قلم قدم بإذن الله وشكر الله عسير. نصب الماء هذا هو وصلت بيا. خويا عمر 18 كيلومتر. متابعي قناة أبو حفص حيلي مرحبا بكم. سبحان الله العظيم، أجمل لحظات كندوزها يعني في التريبل ديالي وفي الرحلات ديالي ملي كيوقع لي شي عطب في الدراجة، والله على ما أقول شهيد، كنقول الحق. أجمل لحظات وأجمل أوقات كندوزها في هذه الهواية ديال الحب الدراجة ملي كيوقع لي شي خلل وشي مشكل في البيسيكليت ديالي، في الفيلو ديالي، في الدراجة ديالي، وشاهد معنا التفاصيل. إيه المرزقة إيه ما كتبش. المهم أولا السنسلة هي السنسلة هيا جمعناها، مي كتجمع لك الدنيا من جهة وجوايه فهمتي، ولكن حنا الله يحفظك ولكن حنا كنأمنوا بالقدر خيره وشره. هانس والله يا واحد مول الطونوبيل والله يا الصديق ديالي ماشي جبلوش الرجل الشريف. شوف ها ما كاينش السنسلة، ما كاينش السنسلة ها بدون سنسلة. المهم السنسلة هاي جبدناها هاي جمعناها هاي ها الأولى فهمتي، ها الأولى ياك. ثانيا هانا ما عندي لا بومبا لا تلعبه لا تاع هادي. شنو دابا كنديرو في هاد الحاله سيدي؟ الله يبارك حيد هذا. شوف شحال نجيبو دابا. اش قالوا سيدي اللي عملها بيديه يا وي فكها برجليه. الله يبارك هانا دابا نتوكلوا على مولانا. يلا سيدي ودابا جا الوقت دها نضربو الدكه. الدكه داتاي والله الا باقا سخونه، لقمناها وكنا نهرقوها ولكن فكرت فيها لانني كما اقول دائما بطل مجرب. اذا كان عندك فاخزنه حتى ان يقول لك الزمان اجبده. جابته الصمته وحنا استغلنا الفرصه. بسم الله معلك وخلي شويه يلا نكملوا الطريق بسم الله. يلا حبيبتي يا الحب. المهم حتى ما نساوش نوثقوا هاد لي طراجي اللي نضربوه على رجلينا. نشعلوا ستوب. سير سيدي جميل هاي داك الاشاره واضحه. نشوفوا سيدي شحال من كيلومتر هنضربوا، عقلوا عليه. هيا دابا سيدي عندنا هنايا دابا عندنا 42 كيلومتر فاصله 45 ياك، الساعه 8:30 ياك سيدي هو داك الشراه باين. هاي 42 كيلومتر نشوفوا شحال هنضربوا من كيلومتر على الرجل على الاقدام ان شاء الله. يلا نتوكلوا على مولانا. يلا الحبيبه يلا بسم الله مجراها ومرساها والإشارة واضحة وبينها. كنت أغلوفو ريح الوجه نصب الماء القصار كبير في هذا الموين والله خير الشريط. البيكارة لما جابها قلم قدم بإذن الله وشكر الله عسير. نصب الماء هذا هو وصلت بيا. خويا عمر 18 كيلومتر ماشي بيكالا في البيكالا ومشي معاك اش هذا شنو نمشي معاك العز خويا عمر العظيم بهذا الموي. تحياتي خويا العز. شكرا. تحياتي خويا. سميتي محمد. الله يحفظك. مين كتسكن؟ في عام هاسكا. الله يحفظك خويا عمر. تحياتي خويا انا من المتابعين. الله ينورك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله. الله اكبر سيد وجهي الذي خلق وجهه. الله الحمد لله الله 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا بفضل ربي بالنسبه لي انجاز عظيم. تخصصت بالكاميرا مشات السنسله ومشات الكاميرا نص ماراطون ساعه ونص. الحمد لله الحمد لله الحمد لله جاي دافع بالكاميرا وريح في الوجهة عاتية وكان النصر والتمكين والنصرة الغيبية من مولانا. هذا بفضل الله والله وبالله وتالله نتيجة إيجابية وبكل تفاني وبكل صدق وربي خير الشاهدين. وأنا أعلم وأقر وأشهد على نفسي بأن اللعنة كتنزل على الكاذبين. أعوذ بالله أن أكون من الكاذبين. المهم السلام عليكم الإخوان على المرحلة. اللهم بارك. هذه المرحلة ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم الله يبارك هذه المرحلة. والعجيب والغريب بأنني جيت كنجري بالشورت ديال الدراجة بالشورت بيكالا كرفصني ولكن بإذن الله
الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات. الحمد لله وتحية الأصدقاء اللي كيشجعونا وبارك الله فيكم والله يرحم لكم الوالدين. القادم أحلى إن شاء الله ونشوفكم في صالة الخير والله يجعلنا تحسن الظن ديالكم. الإخوان تبارك الله عليكم حتى ما ننساش ها الطاقة الداعمة الشاي الأخضر الأصيل اللهم بارك بسم الله. الله الله العظيم هذه الطاقة هذا هو اللي شرفت من بداية الرحلة. مع السلامة. الاخوان نزيد نوضح لكم في هذا التطبيق ديال سترافا اللي انا منخرط فيه ومشترك فيه يعني رانا وثقت هذه المرحله يعني بهذا التطبيق هذا يعني اللي كيستعملوه الابطال. المهم كيف ما كتشاهدوا ها هو التطبيق وغنقسم معكم يعني تشوفوا لا مويه اللي عملت والمنطقه اللي انطلقت منها. ها انتم كتشوفوا هي بورخه وانا باش وقع لي المشكل وقع لي في صب الماء واد صب الماء راه الواد كيبان لكم يعني في الخريطه وقع لي مشكل في صب الماء وصافي من تما يعني صافي وقع لي مشكل في بيكالا وتخسرت تقطعت لي السنسله وقع لي مشكل في الرويضه. ها ولاد السلطان ها عين عسكر يعني هذا هو المسار يعني هاد الطريق الوطنيه اللي كتحمل رقم 400 وكذا انا حتى وصلت للدار عندي اللهم بارك. وفي الحقيقه رانا قاطع اكثر من 20 كيلومتر حيت حتى زدت هاد شغلت هاد التطبيق هذا الا رديتو البال في الكونتور غتلقاو اكثر من 20 كيلومتر. ايوا المهم انتم كتشاهدوا الشغل راه موثق واللعنه كتنزل على الكاذبين وهادشي كامل من اجل تشجيع على الرياضه وتحتفظ لي بلي سوفل ديالك. انت كتشاهد يعني عملت 5 دقائق ونص في الكيلومتر عملت 5 دقائق و30 ثانية في الكيلومتر يعني هذا لا موين. انتم كتشوفوا النتائج كامله هي واضحه وباينه في هذا التطبيق. وحقيقه وصراحه التراجي ضربتو وجبتو بقوايه وربي خير الشاهدين. هادو المتابعين ديالي اللي كيتفاعلوا معايا في هذا التطبيق كيعملوا لنا الاعجاب. هادو ماشي بنو جلدتنا هادو ها فهمتي راه كنشوف خي البطل محمد السوماتي هنايا والله الا خي السوماتي عمل لي الاعجاب الله يجازيه بخير الله يرحم لي الوالدين. ها انت شاهد معايا شاهد وشاهد مشاهد. ها الناس كيامنوا بالقدرات ديالنا لكن حنا كنعيشوا في واحد المجتمع الله يصلح الحاله ديالو عندنا تغميط الحقائق وهذا ما كان والله يصلح الله يصلح الحاله. المهم الاخوان بغيت نشارك معكم هاد لي تراجي هذا اللي كان صراحه في الغايه والنهايه وتبارك الله عليكم. ها انتم كتشوفوا شوفوا تبارك الله اللهم بارك عملت ساعه و 48 دقيقه يعني ديال المسافه ديال ما يقارب 20 كيلومتر اللهم بارك. جاي ودافع البيكالا وجيت من منطقه جبليه فيها الجبال والحمد لله. هكذا كانت النتيجه تبارك الله عليكم. جا الوقت نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تبارك الله الاخوان والحباب في الله. متابعي قناة أبو حفص الحيلي لا تنسى دعم المقطع بلايك ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم أحرار والسلام عليكم ورحمة الله.